لا بصراحة، بصراحة لا، يعني في فرق بين اللي بيحكوه أمريكا واللي بنفذوه على الأرض. يعني مزبوط، لو إذا في إيد أمريكا بيحبوا إنه يحلوا المشكلة هذه، بس مش مستعدين لحد اليوم يعملوا اللي لازم. يعني إحنا عارفين إسرائيل بدون ضغط مش راح تعمل أي إشي، ولحد اليوم أمريكا مش مستعدة تسوي أي نوع ضغط. بالنسبة إلي، الوحيد الإشي اللي بهم إسرائيل بالوقت الحاضر، خصوصي قبل الانتخابات الأمريكية اللي جاية، إنه بس يبينوا، هي بس تسويق إنه يفرجي حالهم، والله إحنا بدنا نعمل سلام، بس والله هدول الفلسطينيين الإرهابيين هم اللي ما بدهم السلام. وعشان هيك كل ما الفلسطينية يقبلوا بأي اقتراح سياسي، إسرائيل بتغير القصة، بتغير الطلبات. يعني طيب لحد لماذا يقول أنها الفرصة الأخيرة للطرفين للتوصل إلى اتفاق؟ والرئيس الأمريكي جو بايدن قالها أيضا قبل أيام أنه لن يسمح لأي من الطرفين بعرقلة المقترح الجديد الذي قدمه. Well, okay. لأنه هذه الرئيس الأمريكي إلى علاقة بالانتخابات الأمريكية، كل هذا الحكي إنه هذه بجوز رابع أو خامس اقتراح من الحكومة الأمريكانية، وين يقترح الجهات أو إسرائيل تحكي أوكي إحنا كابلين، وعاود يرجعوا يحكوا لا بس بدنا تعديله. التعديله عادة بتخرب كل الاتفاق، زي ما مثلا من ضمن الأسباب اللي ما قدروا يصلوا بنتيجة بالسابق، إن إسرائيل بدها تسيطر على المنطقة اللي بيسموها فيلادلفيا كوريدور، هذه بين مصر صحيح. وغزة. سو هلا أمريكا أقنعت مصر إن ما تطلب إن فورا إسرائيل لازم تنسحب، إنه بس إسرائيل تحكي أوكي راح نخفف جنودنا بالوقت الحاضر، وبالمستقبل راح ننسحب، بس مش رايحين نعطيكم تاريخ معين إنه رايحين ننسحب. يعني بالعربي إن إسرائيل مش رايحة تنسحب، يعني يوم هذه واحد. ثاني إشي، يعني الإشي الرئيسي الفلسطينية بدهم إياه، اللي إسرائيل مش مستعدة تقدمه، إنه إسرائيل الفلسطينية بدهم الحرب يوقف. إسرائيل بتحكي إنه مستعدين نوقف الحرب، بس مش مستعدين يأكدوا إنه الحرب راح يقف على المدى الطويل. إسرائيل بدها الحرية إنها تبدأ الحرب بعد فترة على حسب هي ما بتشوف، والفلسطينية أستاذ كمال، بالنظر إلى الداخل الإسرائيلي، يعني الجيش الإسرائيلي يقول لنتنياهو أن الحرب انتهت، المؤسسة الأمنية، وزير الدفاع يؤكدون أن يجب التوصل إلى صفقة، أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. ربما لم يعد لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على الاستكمال، ولكن بنيامين نتنياهو هو الذي يناور، يعني العقدة والحل اليوم تكمن لدى بنيامين نتنياهو فقط، هو الذي يستطيع تمرير هذه الصفقة أو عدم تمريرها. هل هذا هو الوصف نستطيع أن نقول؟ نو، هذا تقريبا مزبوط الحكي اللي بتحكيه. يعني بالنسبة لنتنياهو وجماعته، مش بس هو، أخرى كتير من الجماعة اللي في الحكومة تبعته بيشوفوا إذا هلا انسحبوا، إذا طلعوا من غزة، هم بيشوفوا هذا إن هذه هزيمة، لأنه إذا ما خلصوا على حماس تماما، إذا ضلوا الفلسطينيين مترحهم في غزة، إذا الفلسطينيين رجعوا على كل غزة، إسرائيل بتعتبرها هزيمة، لأنه هذا حل على المدى القصير مش حل على المدى الطويل. في الآخر هو مزبوط اللي بيحكيه نتنياهو، إن شو أي اتفاق بيعمله هلا مع الفلسطينية مش راح يوصل لحل سلمي للمدى الطويل. بس الحل، طلبات الحل السلمي للمدى الطويل بتطلب إن إسرائيل تتنازل عن أشياء إسرائيل مش مستعدة تتنازل عنها، يا بتعطي الفلسطينية بلد كاملة، يا بتعطيهم حقوق كاملة. حقوق يعني أن يعيشوا في دولة واحدة زي الناس اللي بيعتبروهم عرب إسرائيل. وحكومة نتنياهو بالتشكيل الحكومة لا بيقدروا
يعطوا الفلسطينية دولة صحيح، ولا مستعدين يعطوهم حقوق. معناته الفلسطينيين راح يضلوا يقاوموا، وإسرائيليين عارفين إنه الفلسطينيين راح يضلوا يقاوموا. ومعناها الحرب قائمة، معناها أنه هذه الحرب ستستمر. طيب في أي مرحلة، في أي صورة يمكن أن يعتبرها بنيامين نتنياهو أنه هو المنتصر، أن إسرائيل هي التي انتصرت وفي ذلك الوقت تنهي الحرب؟ إنه أول إشي المقاومة في غزة تنتهي 100%، يعني ولا جندي. بس حتى هذا مش كفاية، إسرائيل بدها إنها تسيطر على غزة 100%، كل إشي، كل إشي فيها، كل سيارة تدخل، كل سيارة تطلع. إن ما بدها السلطة الفلسطينية، ما بتثيق في حدا، ما بتثيق في مصر، بغض النظر إن مصر صديقة مع إسرائيل، ما بتثيق في مصر إنها تركز على المعابر، إن ما يدخل أسلاح. سو بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل واقعة في فخ تاريخي إن هي حطت حالها فيه. ما عندها الوحيد الحال اللي بيقدر يحقق اللي إسرائيل بدها إياه، إنه يسووا زي 48، إنه يطردوا كل الفلسطينيين أخرى مرة. وهذا بالوقت اللي إحنا عايشين فيه مش راحين يقدروا يعملوا هذا الإشي، وخصوصي اللي شافوه في غزة من كتر العنف اللي رموا على غزة، القنابل دمروا كل عمارة، وفوق هذا الفلسطينية بيحكوا مش راحين نطلع. يعني هذه سببت، معناته شو إسرائيل بتقدر تقدم، شو إسرائيل بتقدر تعمل، كديش قنابل بدها توقع إنها تقنعهم. ما ضلش حل في إسرائيل إلا تضل ماشية في الحرب هذا، لأنه قلت لك الحلين التانيين اللي ممكن يزبطوا، يا يعطوهم دولة كاملة في الضفة الغربية غزة والقدس، أو بعطوهم حقوق كاملة. لكن أستاذ كمال، يعني ما في حرب بالعالم تستمر إلى الأبد، لابد في النهاية أن يكون لها سيناريو للانتهاء. وهلأ مظبوط، وهلأ وصلنا نتيجة أن الفلسطينيين واليهود بيحكوا. أنا أجيت من فلسطين امبارح كنت في فلسطين، واستغربت يعني حتى من الفلسطينيين اللي كانوا يحكوا، اللي أفكارهم زي أفكاري، اللي بيحكوا لازم نكون دولة واحدة حقوق كاملة، حتى هدول تغيروا عقلهم وهلأ صاروا يحكوا يا إحنا يا هم. واليهود بيحكوا نفس الإشي. مين المسؤول عن هذه تكوين هذه الفكرة؟ هل هم الإسرائيليون أم حماس؟ أني فكرة بتحكي عنها؟ الفكرة التي تتحدث عنها الآن، أن يكون دولة واحدة، يعني حقوق. هذه اسمعي، من أول ما تأسست إسرائيل كانوا فلسطينيين من سنة الأربعينات وهم عفوا حضرتك ذكرت أنه في أشخاص كانوا يفكرون مثل حضرتك، ولكنهم يعني تغيرت أفكارهم بسبب هذه الحرب. وأنا سألتك المسؤول عن تغيير أفكار هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتمنون العيش في سلام، يعني ضمن دولة واحدة. من المسؤول عن تغيير هذه الأفكار، إسرائيل أم حماس؟ فاهم عليك، ما في شخص معين مسؤول عن هذا الإشي. في أكتر خسرنا الصوت شوي، ما في شخص واحد. في من ضمن الحلول بإيد الفلسطينية، في أشخاص زي أنا زي كمال، وفي ناس في السلطة بيحكوا اسمعوا، فيش إلا الوحيد الإشي اللي زبط بيننا، فيش غير شغلة واحدة زبطت بيننا وإن صار سلام وتعايش، هي بين عرب إسرائيل واليهود. عرب إسرائيل شو الفرق بينهم وبين الفلسطينية الباكين؟ ولا إشي إلا شغلة واحدة، إن هم مواطنين، نعم، ما انطردوا جنسية من بلادهم، معهم جنسية. سو الناس بيطلعوا بيحكوا أوكي، في علاقة بين الحقوق اللي بتعطي الناس ورد فعل الناس لهذه الدولة. وأنا لحد هلا بحكي حتى لو يصير حل الدولتين مش راح يكون حل سلمي، لأنه اليهود والفلسطينية عندهم ارتباط كامل في كل الأرض اللي معروفة فلسطين وإسرائيل. إذا اثنين مربوطين في كل الأرض، إذا عندهم ارتباط ديني وتاريخي، فيش إلا يشاركوا في هذه البلد، ما في إلا.
جزيل الشكر لهذه المداخلة معنا من واشنطن كمال نعواش محلل سياسي.